مؤاخذة يا معلم. معلم عطا، وينك يا معلم عطا؟ في خير؟ في اخطف رجلك وطلع البيت. يا ساتر يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله 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 الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ثمرات. الله 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 الله. إذا حاجة يا بنتي قبل ما انزل. بس يا اختي صلي على النبي. مال ابوكي زمانه طالع، مش عايزين نزود الحزن عليه. اهدي يا بنتي واطلبي لها الرحمه، ربنا يصبر قلبي. هموت يا خالتي فرجة، هموت واعرف هي كانت عايزه تقول ايه عن ابويا قبل ما. بس يا اختي بس، كانت عايزه تقول ايه يعني؟ تلاقيها كانت عايزه توصيكي عليه وتقولك شيليه جوه عينك. ما هو الراجل اصلي من غير حرمه، زي الزرع من غير ميه يدبل على عوده يا بنتي. حبيبتي يا امي. بس بقى بس، ابوكي طالع اهو، اسكتي بقى ما تزوديش عليها الحزن، خفي عنه. بس يا اختي بس، تصبحي على خير. تهناك يا ام عزيز. تقولش كده يا اخويا، ان شاء الله يجعلها اخر الاحزان. محدش يجي لك في حد وحش يا خالتي فرجة. تكون العافية. الله يعافيك.